السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل حلف يمينا ويريد أن يطعم ويجعل إطعامه على أسرة منهم الصغيرة والكبير. رجل حلف يمينا ويريد أن يطعم ويجعل إطعامه على أسرة منهم الصغير والكبير وهم أكثر من 10 أشخاص، فما هي الطريقة لتقدير إطعامهم؟ لا بأس بذلك، فيهم 15 كيلو، فيهم 15 كيلو، كل واحد 1.5 كيلو، ولو كان بعضهم صغار، ما دام يأكل الطعام، ما دام الصغير يأكل الطعام فإنه يجزي دفع الكفارة إليه. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.